أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إصابة 6 مدنيين بينهم طفلان بجروح ورضوض جراء 5 حوادث سير في مناطق شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة الماضية. قائد القيادة الأمريكية الوسطى جنرال مايكل كوريلا يلتقي بالقائد العام لقسد مظلوم عبدي ويؤكد رفض بلاده لأي عملية عسكرية تركية داخل الأراضي السورية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إنه يريد أن تكون روسيا وإيران مشاركة في مكافحة التنظيمات الإرهابية على بعد 30 كيلومترا من الحدود الجنوبية التركية، وعليهما إمداد تركيا بالدعم اللازم. قوات النظام تستخدم تعزيزات عسكرية لمدينتي منبج وعين العرب بير في حلب الشرقي. قوات سوريا الديمقراطية تشن حملة تجنيد إجباري في ريفي رقة والحسكة شمال شرق سوريا. رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط يقول إن إزالة شركة أجنحة الشام للطيران من قائمة العقوبات الأوروبية غير مقبول، ويرسل رسائل خاطئة لكل مجرمي الحرب وداعميهم في العالم.